ده من الرجل وسيد الرجال والطرب الرجال والتواضع والاحترام والحشمة والاداب والمعاملة والصواب. مشيت عند خويا منير رماش للسيلون ديالو ورحب بيا ونفس المعاملة اللي تعاملت معاه في 2003 هو رد عليا مسكين في 2015. خويا الرماش حتى هو عطاني مسكين تليفون وعطاني ما ناكل وعطاني التواشا دوك ديال الشمال راكم عارفين دوك الشيء ديال الشمال. فاحنا ما تنكروش انا دخلت عند منير بقيت نقولها وتنعاودها وهاد القضيه تينتقدوها الناس ديال الشمال بزاف ومن هذا المنبر تحياتي الناس ديال الشمال. بعد لي انا ملي تنفيق تنلقى واحد السيد ساكن حدايا السلام السلام خويا صباح النور كذا هادي شكون انت انا فلان كذا هادي. المهم هكا وقع تعارف بعضياتنا وهموني الرماش ايام خويا هكا هادي الطريقه كيفاش تعرفت مع موني. فرق ما بين حباس محترف وما بين بارون ما عنده حتى شده ولا عنده شده ولا جوج صغيورين. باش نوضحوا اكثر العلاقه بيني وبين منير دابا ما كايناش لان ما عندوش تليفون ومازال من الوقت اللي كان عنده التليفون وكان في الحبس كانوا تيجوني ميساجات من عنده فهمتيني. لان علاش انا ملي منير تشد 28/8/2003 انا تشديت 22/10/2003 اذا نهار 24/10/2003 كنت في السجن يومين ديال الحراسه النظريه 48 ساعه تقدمت مشيت للسجن. انا اصلا مال ديسيبلين ما كنسكنش مع الناس في الغرف منوع عليا محرم عليا الغرف. كنت في كتل لي زولمو العزله اللي هي السكن الانفرادي. فاذا بيا ملي كندخل كيوقفوا عليا واحد سته ديال الموظفين سيفيل جايين على ودي من ديورهم صيفطهم المدير قال لهم السلاوي غطلعوا العزله هما كيسحب لهم انا ما نطلعش معاهم العزله. داكشي علاش جاو حيت انا باش نكونوا واقعيين الانسان ملي تيكون داخل لهذا الدومين هذا ودير الانحراف ودير الاجرام وهذه تيكون شويه اغريسيف تيكون عنفي بزاف. جاو طلعوني اللي ظلموا السكن ديالي الانفرادي حطوني في واحد السيلون مع دخلت بالليل شي 11 ديال الليل. داغد لي انا ملي تنفيق تنلقى واحد السيد ساكن حدايا السلام السلام خويا صباح النور كذا هادي هادي شكون انت انا فلان كذا هادي. المهم هكا وقع تعارف بعضياتنا وهموني الرماش ايام تشرفين خويا هكا هادي هي الطريقه كيفاش تعرفت مع منير. انا في واحد القاعده ما انا اصلا ديك الليله دخل بتليفوني علاش تليفون انا عارف الحراسه غتكون مشده عليا علقته هنايا وخشيته في الديباردور قلبوه هما داو كلشي حيدوا لي حتى البريك خلاو لي الكارو قالوا لي الا بغيتي الكارو عيط للموظف الموظف حداك غيشعل لك. دخلت معايا التليفون قديت اموري هضرت مع مالين الدار داكشي كامل قديت معاهم الامور. منير كيفاش تعمقت العلاقه ديالي معاه انا دخلت من الغد اللي ملي جيت من الزياره جاني كلشي وانا ملي دخلت عند منير بقيت نقولها وتنعاودها وهاد القضيه تينتقدوها الناس ديال الشمال بزاف ومن هذا المنبر تحياتي الناس ديال الشمال. انا باش نوصل واحد الميساج انا ما تنطيحش من منير وما تنقش من منير. راه كما قلت لكم في الاول راه السجن الى دخلتي ليه خص تكون عندك معلومات عليه وحافظ كل شيء. والخطا اللي ما تيعرفوش بزاف ديال الجمهور او لا بزاف ديال اليوتيوبرز هو ان فرق ما بين حباس محترف وما بين بارون ما عنده حتى شده ولا عنده شده ولا جوج صغيورين. هادشي خصهم وما كيكونش حربي علاش حيت كيكون كيعيش برزقه. فانا تعاونت مع خويا منير وصلنا لشي نيفوات اللي هما واعرين. ومن بعد باش نكونوا واقعيين علاش انا كندير هذه المعامله مع بزاف ديال دابا بزاف ديال اليوتيوبرز كينتقدوني كيقولوا لي انت عاودتي على حمد الاطراسي عاودتي على الخنفوري عاودتي على اللي مورا ابراهيم عاودتي على الرماش علاش كتصغر منهم في الفيديوهات وكتقول انت تعاملتي معاهم. اللي ما واضحينش لهاد الناس هادو هو ان راه هذاك راه حبسي وانا اللي مسيطر عليه وتندير فيه كل شيء. فواحد السيد جاي داخل مسكين من مدينه اخرى بوجادي
من كم بوجدي هي الجدود السجناء الجدود، فما كيعرفش هذاك الحبس باش من فوق وما كيعرفش كيفاش يصير المسائل ديالو. فانا كنت قرب من دوك الناس بطبيعتي ديرها هكا حباس مري، قلت نعرف اش خصني نساعد السجناء، كنت قرب منهم وكنتعامل معاهم وكنقرب لهم اي حاجه يحتاجوها، وهذا الشيء داخل في اطار المعامله. نرجع لك الخويا منير رماش، دابا الناس كي الشمال كينتقدوني ولكن هما ما عارفينش واحد القضيه، انا ملي دخلت على منير تعرفنا وتعاملنا ودرنا كل شيء، كاع داك الشيء اللي قلتو في القصه درناه في ديك البريود اللي عشت معاه انا في ديك الوقت اللي عشت معاه فيها. ولكن راه جات واحد الوقيته من 2003 حتى 2015، شوف كيفاش دارت الدوره. وكنت مشيت كتبت ومشيت نصاوب وبقاو عندي واحد اربعه المساطر ومشيت نصاوب لاكارت واعتقلوني، مشيت على دوك المساطر، مشيت لسلا واحد، سلا واحد ما قبلاتنيش، جلست فيها خمس ايام. كتبوا للنيابه العامه قالوا لي السلاوي ما يبقاش معنا في هذا الحبس، السلاوي عنده مشكل مع رئيس المعقل فايت مشاو ويا المحكمه على المخدرات وداك الشيء، فاحنا ما نقبلوش يبقى معنا هنايا. النيابه ملي مشيت للمحكمه قال لي السلاوي تمشي لسلا جوج، قلت له نمشي لسلا جوج ما كاينش المشكل، ما قبلونيش نمشي لسلا جوج حبس حبس. ملي مشيت دخلت لسلا جوج تندخل تلقى فيها غير السلفيين، خشوني في واحد الكارتي فيه غير السلفيين، ودوك السلفيين دوك المتشددين اللي ممنوع تقدر تشعل حداهم حتى الكارو. هي ديك سولت على كدا، تحية لخويا حمودة الوجدي السلفي الله يكبر بك خويا، تلقيت مع شي رجال وما سولت قالوا لي راه منير رماش الفوق في حي جيم. انا دخل لسلا جوج ما عنديش تليفون ما عندي والو، مشيت عند خويا منير رماش للسيلون ديالو ورحب بيا، ونفس المعامله اللي تعاملت معاه في 2003 هو ردها ليا مسكين في 2015. هذا كيهدي الناس ما كيفهموش هذا الشيء، هذا الشيء دخل في اطار المعامله ما بين السجناء. كدير زوين كدور عندك الدوره كتزمت كيجيب لك الله من يدير معك انت زوين، شي صديق شي واحد فايت تعاملتي معاه بحال بحال هذه القصه اللي عاود دابا ديال خويا الرماش، حتى هو عطاني مسكين تليفون وعطاني ما ناكل وعطاني التواش هذوك ديال الشمال اللي راكم عارفين ذاك الشيء ديال الشمال. فاحنا ما تنكروش الخير، ما تنقولوش حنا منير ما يعرفش، منير منير ماشي راجل، منير كذا، منير راجل وسيد الرجال والطرب الرجال والتواضع والاحترام والحشمة والاداب والمعاملة والصواب. واللي زادت ازمتني انا اكثر في القصة ديال خويا منير رماش هي انه مسكين ملي تشد في شهر 8 موراها بشهرين باش دخلت انايا، قبل ما ندخل بشي ايامات المرأة ديالو خلاها حاملة ولدات جوج سويميين مساكن بنات. فالخويا رماش مسكين ملي دخل الحبس لدابا راه البنات ديالو باقي ما عاش معاهم، راه دابا من 2003 لدابا 2021 ضربوا له الحساب اخوتي شحال البنات ديالو ولاو عندهم. فانا من هذا الفيديو هذا تنطلب له العفو، تنطلب له الرحمه والمغفره من عند الناس المسؤولين، يشوفوا من حاله ولا هو لا خويا اللي مورا ابراهيم الله يخفف عليهم ما نزل، وكنطلب لهم العفو ثم العفو ثم العفو، شوفوا من حالهم. وانا كنطلب وكنرغب وكنزوق من هذا المنبر الاعلامي اللي هو الحدث 24 باش يشوفوا من حال هاد الناس مساكن راه عياو وراه تقهروا ووالديهم محتاجين ليهم ولادهم محتاجين ليهم. وكنتمنى هاد الميساج يوصل للناس المسؤولين على هاد القطاع باش يشوفوا من حال دوك الناس ويخفوا عليهم هادشي اللي بقى لهم من السجن. الله وعسى يخرجوا يبداو حياه جديده ويتصالحوا مع نفسهم ويتصالحوا مع العالم ويتصالحوا مع الله ويسيروا الحياه ديالهم كما غادي بها السلاوي كما غادي بها بزاف ديال السجناء السابقين التائبين.